بتكلم بموضوع يهم الجميع، لكن الشخص اللي راح أتكلم عنه ما راح أذكر اسمه، ما راح يعرفونه إلا اللي يتابعونه. أرسل لي صديق على الواتساب مقطع فيديو لشخص يتكلم عن الفرق والجماعات، وكان موضوع عن إحدى الجماعات اللي مفترض أنها إسلامية لكن توجهها سياسي بحت والإسلام مجرد غطاء. سمعت هذا المقطع وشد انتباهي وجود مقطع آخر لنفس الشخص عن جماعة أخرى، ومثل ما قلت لكم هذا الشخص يفترض أنه متخصص بالجماعات والفرق. في كلا المقطعين كان طول الوقت يدعي الإنصاف ولم يكن منصف بتاتا، خلط كلام حق بكلام باطل وأظهر غل في نفسه. فهمت من مجمل مقاطعه أنه كان على الحق، وربما وجد شيء في نفسه أو شيء من حظ النفس دخل عليه فحاد عن الحق. على الرغم أني سمعت هذه المقاطع اللي مثل ما قلت لكم فيها خلط، إلا أني استفدت كثير من سماعي لها المقاطع. ومثل ما تعودنا أن احنا نتبادل المعرفة، لذلك أردت أن أفيدكم بما شعرت فيه بهالوقت والفائدة اللي حصلت عليها. أول شيء، أنا أحب دائما تكون نفسيتي نفسية الشخص الباحث عن الفائدة في كل وقت ومع أي شخص، حتى مثلا في قراءتي أو مع لقائي مع أشخاص، حتى لو أبسط الأشخاص، فراش، خادم، عامل، أحاول دائما أستفيد منه، لأن قد يكون خاض تجربة ما خضتها أنا، أو قد أعرف شيء عن مجتمع ما كنت أعرفه، فيفيدني اجتماعيا أو أخلاقيا أو أي أمر من أمور الدنيا. المهم، الحقيقة لما سمعت هذا الشخص وسمعت مقاطعه ذهلت وحصل عندي شوية لخبطة، لأن كلامه مرتب ومنمق، واستشهد طبعا بالعلماء وكبار العلماء. فلما انتهيت من سماع المقاطع وقفت مع نفسي وراجعت كلامه ونهجه وخطه مع كبار العلماء اللي استدل فيهم بأكثر من موضع بأشرطته ومقاطعه هذه، مثل بن باز، بن عثيمين، الألباني، فوجدت أنهم في وادي وهو في واد آخر، وخط ونهج مضاد تماما لنهجهم، إلا أن أتى بحق كثير في مقاطع، خصوصا بحق الفرق والجماعات المنحرفة، لأن مثل ما قلت لكم هذا الشخص متخصص بالفرق والجماعات. الفوائد اللي استفدتها، أول فائدة هي كيف تعرف هذا الشخص على حق ولا على باطل، كلامه صحيح ولا خطأ. إذا كنت لا تعرف كلام أو أقوال أو آراء أو تفاسير العلماء لهذه الأمور، فارجع لمن تثق بعلمه واسأل عن هالأمور وعرضها عليه، وتأكد إذا كان هذا الشخص صاحب نهج سليم ولا منحرف، لأن هذا الشخص اللي أنا أتكلم عنه عنده انحرافات كثيرة وكثيرة جدا. هو سعودي وكلامه كان كله لمز على السعودية وحكام السعودية، ويمدح المجاهدين، ما أدري أي مجاهدين، لأن ما في راية جهاد واضحة اليوم. وهالأمر احنا ما ننكر الجهاد، لكن ننكر وجوده حاليا، ما في راية جهاد واضحة اليوم. وهذا من الأمور اللي تضاد كلام العلماء الثلاثة اللي حاول الاستدلال فيهم أو التلبيس أو تدليس أن يستدل فيهم. عموما، الموضوع مو ديني ولا أبي أتعمق بالجانب الديني، أبي أطلع بفائدة كيف تستفيد من مثل هذه الأمور. الأمر الثاني اللي استفدته هو تفكيري كيف أحافظ على نفسي، بأن لا يدخل في نفسي شيء من حظ النفس فأترك الدفاع على ما أعتقد أنه حق وأدافع عن نفسي. فإذا انتهجت هذا النهج أكون انتصرت لشيء آخر غير الحق اللي هو نفسي، وكل ما دون الحق هو باطل، لأن الحق واحد ولا يتعدد. وإذا حاولت أجعل نفسي أنا الحق، حينها يكون دخل علي شيطان من هذا المدخل، ويكون دخل علي من باب العجب في النفس، خلاني أعجب بنفسي فأنتصر لنفسي وليس للحق. لذلك قعدت أراجع نفسي
وأتذكر بعض الأمور، والإنسان يجب أن يكون عنده محطات يتوقف عندها ويراجع نفسه ويكبح جماح نفسه الجامحة بطبيعة الحال، ويحاول يلزم نفسه باتباع خط معين ارتضى لنفسه. وأنا أنصح كل مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام أن يجعل الله نصب عينه، وأن لا يكون ممن ينشر الباطل فيبلغ الآفاق أو ينتصر لنفسه عبر هذه الوسائل ويقحم الناس كلها اللي معاه في وسائل التواصل الاجتماعي واللي يتابعونه أو ما يتابعونه، يقحمهم في خلاف شخصي ويضيع أوقات الناس، أو يحمل أوزار مع وزرة فينشر باطل فيتحمل هذا الوزر يوم القيامة ووزر كل من عمل عليه. لذلك أنصح كل من يبحث عن الفائدة أن يبحث عنها في كل مكان، حتى عند أهل الباطل وأهل الهوى، فيتعظ من حالهم ويشوف كيف وصلوا لهذا الحال، فيحاول أن يتفادى ما أوصلهم إلى هذا الحال. وأنا قاعد أتكلم الحين توصلني رسائل تطلب مني أن أنشر اسم هالشخص، لو بنشره كنت نشرته من البداية. المتخصصين في هالمجال يعرفون من أقصد، والمو متخصصين مو ضروري يعرفونه، لأني ما بأشهره حتى لا ينفتن الناس بالكلام اللي عنده، لأن قلت لكم فتان، مدلس، مضلل، وهو ليس موضوعنا الرئيسي. فموضوعنا الرئيسي هو كيف تحصل على الفائدة حتى من صاحب الباطل. الدين يؤخذ من العلماء اللي هم ورثة الأنبياء، وعلماء الحق اللي هم يتبعون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون بها، فتلقى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة أو تؤثر على كل حياتهم. وأهم مرحلة وفترة نحتاج فيها العلماء هي فترات ومراحل الفتن، فالعالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل يراها إذا أدبرت. يعني العالم يعرف بالفتنة فور ظهورها، والجاهل يكتشف إذا خلصت الفتنة أنها كانت فتنة. عموما اتباع الحق وطريق الحق يفيدك أنت أكثر من الناس، لأن الله سيسألك عن كل كلمة تقولها وكل حرف تكتبه، فبالتالي ستصب مواقفك في ميزان حسناتك أو سيئاتك، وتكون أنت أول وآخر من ينتفع أو يتضرر من هذه المواقف.